بخطوات بسيطة راح أشرح أدوات التحريك الموف تول لبرنامج أدوبي فوتوشوب 2021، وهي من أهم الأدوات اللي راح نستخدمها بالبرنامج على طول، وراح تكون هي الأداة الأولى الموجودة بقائمة الأدوات أو التول باك، وراح يكون اختصارها من الكيبورد حرف V مثل ما تشوفون هسه بهالطريقة، وأكو لينك راح يودينا على موقع شركة أدوبي راح يشرح لنا بعض التفاصيل الموجودة على هاي الأداة. اما الاداة الثانية اللي موجودة هي الارتبورد تول اللي موجودة مع الموف تول، وتاخذ نفس اختصار من الكيبورد V اللي تختص بتصميم المواقع اكثر، واللي راح اتطرق لها بالدورة مع المتقدمين او المحترفين. وبالاعلى مثل ما تشوفون هذا الشريط الخاص بالاعدادات الخاصة بالموف تول، ومن اهم هاي الاعدادات هي الاوتو سيلكشن تول وشو ترانسفورم كنترول. اول ما راح ننصب البرنامج على الحاسبه مالتنا راح يكونن غير مفعلات، فانتبهوا على تفعيلهن حتى يظهر عندنا التحديد على الشاشه، وبهالشكل راح يكون مخفي، فارجو الانتباه على هاي الخطوه. من الغي الاوتو سيلكشن اللي موجود بالاعلى ما راح اقدر اتحكم بهن اثنيناتهن، فارجع اختارها وارجع اختار اللايرات اثنيناتهن سواء كان تكست او باكس، و اطبق عليهم تأثير المحادات اللي موجودة بالعلى. وهسه بعد ما راح اختار الدائرات الاثنيناتهم سواء كان تكست والباكس بهالشكل، راح يتفعل عندي الاعدادات مع المحادات بالشريط الاعلى، وراح نحاذي بالوسط وبالتحت مثل ما تشوفون. اما الخيارات اللي موجودة على اليسرى راح تطبق لنا تأثير المحادات باللايرات اثنيناتهن، وبنفس المكان مثل ما تشوفون صار التأثير المحادات بالوسط او بالاعلى. ومن الايكون اللي هي تدل على المزيد راح نشوف باقي الاعدادات، واهم هاي الاعدادات هو الاختيار align to selection او canvas. اذا اختارينا الكانفاس راح تصير المحادات بالنسبة للمشروع ككل، فاذا حادينا من الاسفل راح يودي الباكس للاسفل، واذا حادينا لليسار او للاعلى مثل ما موجود بالشاشة.